لأن جار المغرب الذي تحكمه زمرة عسكرية مضطربة أرادت أن تأخذ المنطقة بأكاملها رهينة لطموحاتها التوسعية. ولكن فقط التذكير إنها لا تملك لا القدرة ولا الموارد البشرية ولا حتى الذكاء المطلوب لتحقيقها. الرضا يا ولد الرضا، من بعد ما حل فمه واحد الجزائري على المملكة المغربية إلا وكيجيه الرد قاسي من هاد السبع المغربي، ولكن اللي واعر شناهي كيعياو يهلوا بالشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي يلا هاد الجزائري بدا ثاني بالشعب الصحراوي، ما الشعب الصحراوي وما يخرجوا له ابناء الصحراء المغربيه. ها هما الشعب الصحراوي معاك، اش كاين؟ حنا دوزنا دوك مخيمات القيطان والعجاج ديالكم، واشنو وقع لنا؟ واشنو وقع لنا؟ اشنو داروا لنا؟ وهالمعاناه اللي عانيناها في مخيمات القيطان والعجاج، وكنطالبوا الامم المتحده انها تمشي ودير زياره لمخيمات القيطان والعجاج وتشوف الناس كيفاش كيعانيوا وكيفاش مكرفصين في مخيمات القيطان والعجاج. وكنتمنى انه يدار استفتاء بمخيمات القيطان والعجاج، واش دوك الناس راضين على دوك الوضعيه وباغين يبقاو تما اولا باغين يرجعوا للبلدان ديالهم؟ لان مخيمات القيطان والعجاج ما فيهاش غير المغاربه، كانت واحد النسبه قليلة من المغاربة والأكثرية جابوهم من موريتانيا، من السنغال، من مالي، من نيجر، وخشوهم تما باش زعما يخلقوا شعب صحراوي. حنا قالوا دوزنا دوك مخيمات القيطان والعجاج ديالكم وتكرفصنا تما وبالوثائق وبالحجاج ديالنا، والحمد لله هربنا من داك الجحيم وحنا كنعيشوا معززين مكرمين في البلاد ديالنا المملكة المغربية. يا كطالبوا بالشعب الصحراوي، يا الشعب الصحراوي خدام يعطيكم على الودنين. هذوك اللي في مخيمات القيطان والعجاج دير لهم استفتاء، اللي باغي يرجع للبلاد ديالو سير رجعوا للبلاد ديالو، اللي باغي راضي بالوضعيه تما خليه تما، اللي من موريتانيا دي موريتانيا، اللي من السنغال دي السنغال، اللي من النيجر دي النيجر، واللي راضي بديك الوضعيه خليه اخويا دير له استفتاء هو يقرر. دير المخيمات القيطان والعجاج استفتاء وخليهم يقرروا في المصير ديالهم، بغاو يرجعوا للبلدان ديالهم رجعهم، بغاو يبقاو تما خليهم تما. اي هي في تيندوف، خليكم مع الجزائري اللي قال لك كنتمنى من شباب العالم يتضامنوا معنا ويتعاونوا معنا، راه حنا ما قديناش على المروك. الله يرحمكم الوالدين، الشباب ديال العالم تعاونوا معنا، هاد المروك راه ما قديناش عليه والله ما عرفنا منين ندوزوا. ولكن جاه الرد قاسي من ابناء الصحراء المغربيه. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. حديثكم شاب جاءكم من الجزائر من قلعه الثوار وقبله الاحرار، احمل بين يدي ترسانه من القرارات والتوصيات والاراء الاستشاريه التي وضعت اركانها وحددت مضامينها تحت قبه بيت الانسانيه هذا منذ ما يزيد عن خمسه عقود من الزمن، والتي تؤسس كلها قانونا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الغير القابل للتصرف ولا للتقادم. شعب كافح وناضل منذ ستينيات القرن المنصرم لينال استقلاله من المحتل الإسباني، ليجد نفسه فجأة أمام احتلال مغربي يدعي فيه هذا الأخير بسيادة مزعومة على أراضي دولة قائمة بجميع عناصرها وأركانها. الحضور الكريم، أرافع أمامكم اليوم باسم القانون الدولي وباسم الضمير الإنساني وباسم العدالة وباسم الشعوب المتطلعة للحرية، لأذكر العالم بوضع قانوني يحاول على المغربي الالتفاف عليه وعلى المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال سعيه المطروح لرسم واقع ليس له أي أساس قانوني أو سياسي أو حتى اجتماعي وثقافي، بإعاز من جهات معروف عليها المتابرة بالمواقف والتلاعب بها لأجل أهداف خاصة. ولكن هيهات هيهات، إن للقانون الدولي وجه واحد، ولا حل للشعب الصحراوي إلا في كنفه والمتمثل في استفتاء تقرير المصير، وعابث من يبحث عن مخرج آخر غير هذا. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إننا نعيش اليوم بحق أزمة قيم ساهمت في بلورتها دول لا زالت لم تتخلص بعد من ماضيها الاستعماري الأسود، وذلك بمنحها صكوك الاعتراف الوهمي لمن يقاسمها هذا التوجه الاستعماري. ولكم أن تروا اليوم كيف أن الاستعمار القديم يتماهى مع الاستعمار الجديد في صورة واضحة للعالم، وقد كان عبر عن ذلك وزير خارجيتنا بعبارة بسيطة بما تحمله من معان كبيرة بوصفه حينما قال: هي هبة من لا يملك لمن لا يستحق. أختم فأقول إننا اليوم أمام قضية مسجلة بهيئة الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق غير قابل للتصرف ولن يسقط أبدا بالتقادم طال الزمن أو قصر، وإنني على ثقة تامة ويقين كبير في شباب العالم الحر من أبناء جيلي المتشبعون بقيم الحرية والعدالة، أننا سنناضل جميعا جنبا إلى جنب رفقة أحرار العالم بكل استماتة عن الشعب الصحراوي حتى يتمكن من تحقيق قراره المشروع في تقرير المصير بإرادته الحرة والسيدة، وإن غدا لناظره.
منذ ما يقارب نصف قرن لا زال نزاع الصحراء قائما كجرح مفتوح في منطقة المغرب العربي، مصدر توتر وعدم يقين يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. صراع مصطنع أذكي بفعل موقف غير مسؤول لجار عدواني غير مدرك تماما بتداعيات مواقفه الضارة بالمنطقة. تعرف منطقة المغرب العربي حاتم الانقسام وعدم اليقين غير المقبولة. لماذا؟ لأن جار المغرب الذي تحكمه زمرة عسكرية مضطربة أرادت أن تأخذ المنطقة بأكاملها رهينة لطموحاتها التوسعية، ولكن فقط التذكير إن لا تملك لا القدرة ولا الموارد البشرية ولا حتى الذكاء المطلوب لتحقيقها. الجمهور الذي يعرفه ملف الصحراء مسبه أن البوليساريو ليست هي العدو الحقيقي للمغرب. البوليساريو ما هي إلا بنية يتم التلاعب بها من قبل البلد الذي يستضيفه على أراضيه. في السابق كانت ليبيا بقيادة القذافي وبعض دول الكوتة الشرقية سخية في توفير الأمن والأموال. اليوم البلد الذي يستضيف هذا الكيان الوهمي تكلف بتوفير معظم حاجيات هذه الحركة الانفصالية من الأسلحة بمساعدة في السنوات الأخيرة من حزب الله وراعيه. وليس سرا أن البوليساريو هي المستفيد الأول من خزائن هذا البلد، طبعا على حساب شعبه. الاعتداءات التي يقوم بها هذا البلد بشكل مباشر أو عبر البوليساريو ضد المغرب كان يمكن أن تكون في الماضي منطقية، لكون أن المغرب كان أحد أهداف الحرب الباردة نظرا لخياراته السياسية وموقعه الجيوستراتيجي. هذا النزاع البايدة أفرز لنا نزاع الصحراء الذي أبقي عليه وأشعل من قبل هذا البلد الخبيث الذي كان يمثل اليد الثابتة للكتلة الشيوعية في المنطقة، واليوم أصبح الحليف الوفي لحزب الله ورعاته. المشكلة أنه جميع الخلافات والموجهات التي أفرزتها الحرب الباردة قد انتهت في جميع أنحاء العالم بعد سقوط جدار برلين إلا في منطقة جنوب المغرب. أتعرفون لماذا يشدد السادة؟ لأن العدو الحقيقي للمغرب الذي تحكمه منذ استقلاله الزائف زمرة عسكرية بقرة حديدية لا زالت تعيش خارج الزمن. العالم بأسره تغير إلا عقلية هذه الزمرة المتجمدة بقيت تعيش خارج عصرها. هذه الزمرة هي العدو الحقيقي للمغرب في هذا النزاع، وهي من يجب البحث معها عن حل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. شكرا لكم السادة الرئيسة، شكرا لكم السادة والسادة على حسن الاستماع والإصغاء. بالتمس هذا وأنا الذي نشأت منذ طفولتي بمخيمات تندوف، وكنت منذ السن 14 واحدا من العناصر المستعدة للبوليساريو إلى أن أصبحت مسؤولا عسكريا في صفوفها، حيث كبرت مثل مئات من الأطفال من جيلي على الشحن الإيديولوجي ضد عدو صنع في أذهاننا ليبقون تحت الخيام على التراب الجزائري رهنا لحساباتهم السياسية التي باتت تتكشف مع مرور الزمن. ولا بأس أن أسرد أمامكم هنا ما عايشته أنا شخصيا من أحداث جعلتني اليوم مقتنعا بأن مخيمات تندوف هي شاهد على أبشر الاستقلال البشري في العصر الحديث. وأبدأ بما نعرفه نحن سكان المخيمات بانتفاضة 88-900 التي اندلعت ضد بوليساريو بعد أن اكتشفنا أنها وبرعاية من السلطات البلد المضيف قد عذبت وقتلت منا المئات داخل سجون سرية في المخيمات من أجل زرع الخوف وإخضاعنا بالقوة لآلتها القمعية، بعدما تكونت قناعة ثابتة عند الصحراويين المنحدرين من الساقية الحمراء ووادي الذهب إنهم أصبحوا ورقة دقط تستقل لخدمة جندات لا تعنيهم. لكن انتفاضة 88 شكلت لحظة فارقة تفجر معها وعي جديد بيننا نحن الشباب آنذاك، ليستمر نضالنا ضد بوليساريو إلى أن وصلنا للحظة بارزة أخرى وهي اختفاء الخليل أحمد بريه، وهو كان قياديا بصفوف البوليساريو. واختطفت سلطات البلد المضيف سنة 2009 بتأكيد من منظمات دولية كهيومن رايتس واتش، ولا يزال مجهول المصير داخل السجون الجزائري إلى يومنا هذا. السيدة الرئيسة، هذه الشواهد مما عايشت أنا شخصيا قبل أن أتمكن من الهروب من جحيم بوليساريو إلى إسبانيا أياما بعد خروجي من سجن الذهبية الذي تعرضت فيها لكل أشكال التعذيب فقط لأنني قررت فضح
من البوليزاري وعرابيها ضدنا نحن النشطاء الصحراويين والمطالبة بوضع حد لاستقلال الصحراويين الأبرياء بمخيمات العار والمذلة لخدمة أقراض سياسية. وإني أجد أن شهادتي اليوم تتعزز بشواهد أخرى تصدر عن قيادات أجنبية ممن صنعوا هذا الكيان الوهمي، كشهادتي لمحمد سعيد القصاط ضابط الاستخبارات الليبي الذي صنع بوليزاريو، حيث يقول في كتاب المشهود اندفعت قيادة بوليزاريو وتأسر المدنيين، ويقول لقد كنت أنا سببا وتشرد الكثير من الشباب الذين قنعتهم بالبوليزاريو. أما الشهادة الثانية فهي لرئيس البرلمان الليبي والوزير السابق في نظام القذافي السيد أبو القاسم الزاوي الذي يقول هكذا لي القذافي بأنه ارتكب خطأ جسيما عندما صنع ومول بوليزاريو، ويسترسل في حديثه ليقول القذافي هو الذي صنع بوليزاريو قصد مناكفة المملكة المغربية. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقات التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويزعمون أن في ذلك انتصار، أذكرهم بأن هذا القرار ليس حدث وليس له على الإطلاق علاقة بالمغرب. هذه قضية تعني الاتحاد الأوروبي وهيئاته. لو كنتم تريدون أن تعودوا إلى قرارات المحاكم، دعونا نذكر من يزعمون النصر أن محاكم أخرى أصدرت قرارات تتعارض تماما مع ما صدر عن المحكمة الأوروبية. واقع الأمر أنه في السنوات الأربعة المنصرمة كانت المحكمة العليا بنيوزيلندا ومحكمة الأسناف بلندن وهي الأعلى بالمملكة المتحدة وكذلك تراسكون بفرنسا كلها ردت مزاعم شبيهة تقدم بها البوليساريو ومن يرعاه للتأكيد على أن الاتفاقات التجارية قيد الدراسة تتفق والقانون الدولي، وهذا يؤكد مشروعية ما قامت به المغرب في المحافظات الجنوبية. أخيرا أود أن أذكر أن مجلس الأمن في الأمم المتحدة هو الوحيد الذي له حق البت بمسألة الصحراء المغربية. واقع الأمر كذلك أن المغرب أطلق برامج تنموية طموحة في هذه المحافظات وهدفها الوصول إلى قاعدة اقتصادية متينة يعزز مكانة هذه المنطقة في مستقبل إفريقيا وكمزود للطاقة كذلك لدول الجارة. مع أكثر من 8 مليارات دولار استثمرت في القطاعات الأساسية تشهد هذه المنطقة تحولا عميقا مع حلول مستدامة سوف تحسن حيوات السكان المحليين، ولكن أيضا تمهد الطريق نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي ما يربط هذه المحافظات في الجنوب إلى باقي القارة. وهذه المنطقة كذلك باتت مركزا للطاقة النظيفة مع طاقة الشمسية والهوائية كذلك ومحطات هدفها إنتاج الكهرباء النظيفة كي تسهم هذه المنطقة بالاستقلال في مجال الطاقة للمغرب، وأيضا كي تصبح لاعبا في الجهود العالمية الرامية إلى تصدي لتغير المناخ. بالإضافة إلى ما سبق في الداخل محطة تحلية مياه تروي 5000 هكتار من الأراضي وهي توزع على الصحراويين على شكل تعاونيات زراعية، وهذا يثبت النهج المبتكر للمغرب في وجه ندرة المياه وكذلك تعزيز الزراعة المستدامة. السيدة والسادة، ليس في ذلك مجرد مشاريع هدفها النمو الاقتصادي، بل دليل يقوم على أن الخيارات السياسية للمغرب تقوم على الحوكمة الشاملة وهي تتجاوز القضية النقاشات السياسية. هذه ليست رؤية للمغرب فحسب ولكن لأفريقيا عموما ولمستقبل كل الذين يؤمنون بقوة التقدم وكذلك وعد التنمية. شكرا جزيلا. اسمي زهرة سعد، أنا أصلي مغربي وأنا باحثة ودكتورة في معهد في الداخلة واد الذهب. منذ استعادة المناطق الجنوبية الصحراء المغربية استفادت من دعم عام من أجل تعزيز إدماج هذا الإقليم في البلد، فالاستثمارات ذات النطاق الواسع للدولة في هذه المنطقة مهمة للغاية، وقطاع الصيد هو كان أول قطاع استفاد من هذه الإصلاحات، إضافة إلى وضع برامج للاستفادة على نحو مستدام من الموارد السمكية. كما أننا بفضل شريطنا الساحلي الكبير لدينا ثروة سمكية هائلة. فيما يتعلق بالتنمية، الدولة قامت بإنشاء وكالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمقاطعات الجنوب المغربي، و
كذلك مجلس استشاري ملكي للشؤون الصحراوية. قطاع الصيد شهد تغييرا جذريا بفضل هذه الإجراءات، ولا سيما الاطلاع بمشاريع على غرار إنشاء أكثر من 1000 شركة للصيد البحري، إضافة إلى إنشاء شركات مختصة في مجال الثروة السمكية. هذه وكالة الجنوب استثمرت أكثر من 26 مليون يورو من أجل تنمية الصيد، وذلك من خلال بناء قرى للصيادين في منطقة العيون بجدور ومنطقة الدخلة والدهب، إضافة إلى إنشاء مرفأ جديد. الاستثمار في هذا القطاع منذ 1977 بلغ 134.7 مليون يورو. منذ 2009 تعزيز قطاع الصيد استند إلى خطط تنموية وطنية الهدف منها تحديث هذا القطاع. في 2015 شهدنا إطلاقا للنموذج الجديد لتنمية مقاطعة الجنوب، وفي إطار هذا النموذج برنامج استثمار يتجاوز 8 ملايير يورو كرس لمقاطعة الجنوب. قطاع الصيد استفاد من حوالي مليار يورو لبناء مرفأ داخل الأطلسي الجديد، إضافة إلى 120 مليون يورو للاستثمار في منتجات الصيد. حاليا المقاطعة لها أكثر من 150 وحدة لتحويل المنتجات، والدولة قامت كذلك بوضع وإنشاء عدد من المؤسسات والمنشآت بما في ذلك المعهد الوطني للبحث السمكي. انقطع صوت المتحدثة. شاهد عيان فأنا لاجئ صحراوي مزداد بمخيمات، بهذه المخيمات التي عانيت بها إلى جانب قالبية ساكنتها، أفضع الانتهاكات منذ طفولتي إلى ريعان شبابي، بدءا من انتزاعي من حضن والدتي في عمر 6 سنوات وتهجيري إلى ليبيا في عهد الرئيس معمر القذافي، مرورا بتجنيدي وأنا في سن 14 في صفوف ميليشيا البوليزاري المسلحة، وتعييني فيها في الصحراء إلى قاية اختطافي واحتجاجي، تعسكري في المعتقل السري الرشيد جنوب الجزائر لمدة قرابة 3 أشهر، تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي قبل إبعادي قصرا إلى موريتانيا لمجرد إعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نيتي تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمخيمات. وتشكل قضيتي هذه التي كانت موضوع القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في أبريل 2022 تحت الرقم 2016-2721-134 نموذجا بسيطا من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا البوليزاريو ضد اللاجئين الصحراويين برعاية القوات المسلحة للدولة المضيفة، حيث يتعرض النشطاء لحملات جمعية عن تطالهم وهم وعائلاتهم إذا ما حاولوا كشف حقيقة الأوضاع المأساوية والممارسات الإجرامية لقيادة البوليزاريو في مختلف أرجاء المخيمات التي تعيش حالة حصار مستمر. أتقدم أمامكم اليوم أنا كلاجئة صحراوية بالديار الإسبانية بعد أن تمكنت من الهروب من مخيمات تندوف على التراب الجزائري التي ولدت فيها وترعرعت تحت برش البوليزاريو التي اختطف أبي الكوري محمد سالم قبل ولادتي، وعرض لأفضع صنوف التعذيب في معتقل سري حتى الموت، ولا زلت أجهل إلى اليوم مكان تواجد جثته، بينما قيادة البوليساريو المتسلطة في جنب ضد الصحراويين لا يزال أعضاؤها أحرارا يتمتعون بالإفلات من العقاب بحماية مباشرة من سلطات الدولة المضيفة التي تزودهم بجوازاتها الدبلوماسية بأسماء مزورة للحيلولة دون اعتبارهم بسبب الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم بالخارج. إنني ضحيت أيضا لأنني لم يكتب لي أن أرى والدي إلى الأبد، وهو الذي قتلته البوليزاريو في حفر سجن الرشيد البشع، غير أني أناضل رفقة العشرات من الضحايا الذين فروا من جحيم البوليزاريو من أجل الكشف عن مصيره ومصير أهالينا الذين قتلوا على يدي قيادة هذه الجبهة، حيث أسسنا بمدريد الجمعية الصحراوية ضد الإفلات من الإرهاب بمخيمات تندوف، وهمنا الوحيد محاسبة المسلمين المتورطين في جرائم الاختفاء القسري في معتقلات البوليساريو. ولقد تمكنا لحد الساعة من إحصاء 134 حالة لصحراويين مجهولي المصير بهذه المعتقلات الموجودة على التراب البلد المضيف. السيد الرئيس، السادة المندوبين، إن المسؤولية تقع أولا على السلطات البلد المضيف في احترام حقنا
في معرفة مصير ذوينا والمطالبة بتسليم رفوفهم لنا لدفنهم بكرامة، وكذلك المتابعة من المتورطين في خارج القانون على ترابها. كان دول الفيديو ديال اليوم كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيتابع المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.